السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ أود أن أشكركم جميعا لما بذلتموه من جهد متميز في حل التدريبات السابقة التي وصلتني. استعدوا معي الآن للمراجعة. أهداف الدرس اليوم: في نهاية الدرس على الطالب أن يكون قادرا على تهجي الجملة بطريقة صحيحة، يعيد ترتيب الحروف لتكوين كلمة صحيحة، يتعرف على الأسماء الموصولة. ننتقل إلى التدريب الأول. اكتب الجملة تحت الصورة. هيا ننظر ما هي الصورة. صورة تعبر عن نحن نحب الروضة. كما تعودنا، كيف نكتب الجملة؟ أولا أن نكتبها على السطر، أن نترك مسافة إصبع بين كل كلمة وكلمة، وألا ننسى النقطة في نهاية الجملة. نبدأ بالجملة: نحن نتهجى كلمة كلمة. نحن نون حاء فتحة نحن نو نون ضمة نو نحن نحب نون ضمة نو حاء كسرة حي باء ضمة بو نحب. نترك مسافة إصبع بين الكلمة والكلمة: الروضة. ولا ننسى النقطة في نهاية الجملة، وأن نكتب الحروف كما تعلمنا على السطر بطريقة صحيحة. هيا بنا ننتقل إلى التدريب الثاني، وهو تدريب ممتع جدا، ألا وهو: أعد ترتيب حروف الكلمة لتكوين كلمة صحيحة. هنا الحروف في هذا التدريب تأتي بمفردها في المربع، ولكن بدون ترتيب. وأعرف أنكم جميعا أذكياء، تستطيعون ترتيبها لتكوين كلمة صحيحة مع مراعاة شكل الحرف والأذرع في الكلمة. أي حرف سنختار هنا؟ حرف الياء أم العين أم النون؟ حرف الياء. أسمعكم، لا خطأ، لأن حرف الياء هنا يفتح ذراعاته الأسنان فلا يأتي في أول الكلمة. ما الحرف الذي يأتي في أول الكلمة؟ جميل، حرف العين يأتي في أول الكلمة فيفتح ذراعه اليسرى، ثم حرف الياء يفتح ذراعاته الأسنان في وسط الكلمة، حرف النون يفتح ذراعه اليمنى ليمسك ما قبله، وبذلك نكون كوننا كلمة صحيحة وهي كلمة عين. الكلمة ننتقل إلى الكلمة الثانية. الحروف هنا بدون ترتيب، أي حرف يا ترى سنبدأ؟ حرف القاف يقف في أول الكلمة، ثم الطاء يفتح ذراعاته الأسنان، آخر حرف هو التاء المربوطة. نكون كوننا كلمة قطة. ننتقل للكلمة الثالثة معا. أي حرف سنختار؟ حرف العين أم التاء أم اللام أم الباء؟ أسمعكم، رائع، حرف الثاء، إنه يأتي في أول الكلمة. هنا حرفان، حرف اللام وحرف العين، أي حرف يا ترى سنختار يفتح ذراعات الأسنان؟ أسمع منكم يقول حرف اللام. هيا لنجرب. حرف اللام ثل، ثم العين ثلع، ثم الباء ثلعب. هل أخذنا كلمة ثلعب؟ أسمعكم تضحكون، لا، لا يوجد كلمة اسمها ثلعب. نعد ترتيب أحرفنا بطريقة صحيحة. ثع، أحسنتم، حرف العين في وسط الكلمة، ثعلى، اللام، ثم الباء. بذلك نكون كوننا كلمة صحيحة وهي ثعلب، هو حيوان ماكر جدا. آخر كلمة، أي حرف سنختار؟ حرف الباء يفتح ذراعاته اليسرى، ثم القاف يفتح ذراعاته الأسنان، الراء أم التاء المربوطة؟ الراء. من يقول لي حرف الراء هنا يفتح ذراع واحد فقط مع أنه في وسط الكلمة؟ رائع، لأنه من الحروف الرفاثة ذات الذراع الواحد. بقرة، وقف، بقرة.
ممتاز يا أحبابي، والآن سننتقل للتدريب الأسماء الموصولة. دعوني أشرح لكم ما هي الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة هي الذي، وتستخدم للمفرد المذكر. ها، مثل إيه؟ من إيه المفرد المذكر؟ الطالب، الولد. ها، ثم التي تستخدم للمفرد المؤنث، مثل أمي، مثل البنت. الذين تستخدم للجمع. أوضح لكم أكثر بأمثلة، هيا بنا. أولا، لماذا تستخدم الأسماء الموصولة؟ تستخدم الأسماء الموصولة لربط الجملة ببعضها لنكون جملة صحيحة. مثال: أقول جاء الطالب نجح. هذه جملة صحيحة، ينقصها شيء. ها، ماذا ينقصها؟ ينقصها بأن نربطها مع بعضها باسم موصول. يا ترى نختار الذي أم التي أم الذين؟ جاء الطالب. الطالب ده مفرد مذكر أم مفرد مؤنث أم جمع؟ مفرد مذكر. ممتاز، جاء الطالب الذي نجح. أوضح لكم بأمثلة أكثر، هيا بنا. ما هذه الصورة؟ ولد يلعب. ها، ولد اسم ولد مفرد مذكر أم مفرد مؤنث أم جامع؟ مفرد مذكر، نستخدم له الذي. هيا نكون كلمة صحيحة، الولد الذي. ممتاز، اخترنا اسم الموصول الذي المفرد المذكر. لعب بالكرة نشيط. رائع، نأخذ مثال على التي. ها، ما هذه الصورة؟ بنت تقرأ. ها، نختار لها التي أم الذي أم الذين؟ التي. نرى الجملة: البنت التي تقرأ القصة ذكية، مثلكم يا بنات الحلوين. تماما، أذكياء. على اسم الموصول الذين وهو الجمع، نرى جملة لتوضح لنا: أولادي وبناتي الحلوين، التلاميذ الذين تفوقوا فائزون. أتمنى من الله أن تتفوقوا جميعا وتفوزوا في الدنيا والآخرة. والآن ننتقل إلى التدريب الأخير معنا. صل اسم الإشارة المناسب بالصورة. نرى الصورة. الصورة التي على اليمين، هذه صورة قطة. والصورة الثانية ثعلب. لنقرأ الاسم، لنقرأ الجملة: هذا ثعلب. ها، نصله بالصورة التي على اليسار. أحسنتم. أولا نصل هذه قطة بالصورة اللي على اليمين، ثم هذا ثعلب نصله بالصورة التي على اليسار. رائع يا أحبابي. والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية التدريبات. أستودعكم الله، وأتمنى منكم جميعا أن تحلوا التدريبات معي كما تعودنا. أحبكم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.